طيب مشاهدينا نطمن على الحاله الجويه من خلال دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه معنا تليفونيا. بصبح عليك يا دكتور منار ويا ريت تطمنينا على الحاله الجويه النهارده ان شاء الله. صباح الخير على حضرتك. يا صباح النور. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. يمكن الحمد لله اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير خلال فتره النهار. ممكن ده اللي بيخلينا نحس بالدفء والاجواء المشمسه الشتويه خلال فتره النهار في اغلب محافظات شمال البلاد، من السواحل الشماليه للوجه البحري للقاهره الكبرى وشمال الصعيد العظمى. على القاهره الكبرى اليوم متوقع انها تكون 22 درجه مئويه ده خلال فتره النهار. المناطق طبعا الجنوبيه بتكون اعلى درجات حراره، فاجواءها بتكون اجواء مائله للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فترات النهار. العكس تماما بيحصل خلال فترات الليل، لان فور غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره. مع طول فتره الليل الانخفاض ده بيكون ملموس اكثر ومحسوس فترات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر. اجواء من بارده الى شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير زي شمال الصعيد او وسط سيناء، المدن الجديده والاماكن المفتوحه. يمكن الحمد لله الاحوال الجويه اليوم مستقره بشكل كبير، حتى الشبوره المائيه اللي كانت موجوده اليوم كانت شبوره مائيه خفيفه ما اثرتش تماما على حركه المرور او الرؤيه الافقيه. الاستقرار ده متوقع ان هو يستمر معانا كمان غدا الثلاثاء ان شاء الله، استقرار في الاحوال الجويه، درجات حراره تعتبر اعلى من المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن مع يوم الاربعاء القادم ان شاء الله هيبدأ يأثر علينا وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، كمان كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، فهيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات، وكمان هيكون في نشاط الرياح يخلينا نحس أكثر بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة. العظمى على القاهرة الكبرى من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع متوقع أن هي تكون ما بين 18 و19 درجة مئوية ده فترة النهار. فبالتالي مزيد من الإحساس بالأجواء الشتوية والأجواء مائلة لبرودة فترة النهار، شديدة البرودة فترات الليل، كمان فرص الأمطار هتبقى موجودة بشكل كبير على السواحل الشمالية. ده من الأربعاء إن شاء الله على السواحل الشمالية أمطار متوسطة، وكل ما تقدمت للمحافظات الداخلية هيكون عليها أمطار لكن بكميات أقل، وقد تصل الأمطار كمان لمناطق من القاهرة الكبرى، وهيكون كمان في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط. ده هيكون معنا أرض، ومع يوم الجمعة الحالة الجوية تستقر نوعا ما إن شاء الله، تقل كميات الأمطار ويستمر معنا انخفاض قيم درجات الحرارة. نعم، يمكن الحمد لله دكتور منار إحنا مستمتعين بالأجواء دلوقتي، الأجواء كويسة جدا، النهار مشمس، بالليل طبعا في برودة ولكن مش البرودة القارصة يعني. هل ده الطبيعي في الوقت ده من السنة، ولا بيكون هناك الطبيعي في الأجواء دي ان بنلاقي امطار بنلاقي بروده اللي هي الاجواء الشتويه الصريحه يعني؟ هل ده الطبيعي في الوقت ده من السنه؟ درجات الحراره اللي هي اعلى من المعدلات ده ما بيكونش الطبيعي، لكن احنا مش لازم كل شهر يناير يبقى فيه انخفاضات في قيم درجات الحراره، اكيد في بعض الايام بيكون في شهر يناير اللي هو يعتبر ذروه فصل الشتاء بيكون فيها انخفاض في قيم درجات الحراره او درجات حراره اعلى من المعدل، ويمكن ده اللي بنعيشه خلال هذه الايام ان درجات الحراره اعلى من المعدلات، اجواء مشمسه بشكل كبير، لكن زي ما بنقول مع يوم الاربعاء اللي جاي هنبدا نحس تدريجيا بالاجواء الشتويه، ومش هتستمر معانا يوم او اثنين لان الاجواء الشتويه دي تستمر معانا على الاقل للاسبوع اللي جاي، يمكن لحد منتصف الاسبوع اللي جاي هيبقى فيها اجواء شتويه، انخفاضات في درجات الحراره، الانخفاضات ده طبيعي بقى ان يبقى في انخفاضات في قيم درجات الحراره، الصقيع يبدا يتكون على المزروعات فترات الليل بشكل كبير خاصه في وسط سيناء او محافظه الوادي الجديد، الطبيعي الاجواء اللي احنا هنشهدها من يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله. طب دكتور منار، هل في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي ممكن الاقي ظواهر جويه غريبه ولا على نفس الحال؟ يعني احنا لو بنتكلم في ال 48 ساعة اللي جاية الظواهر الجوية ما فيش أي ظواهر جوية غريبة. من يوم الأربعاء الظواهر الجوية اللي موجودة معانا هي الظواهر الجوية الشتوية المعتادة. ممكن احنا نلاقي بعض التطرف المناخي في ان ممكن كميات الامطار نلاقيها اعلى من المعدل الطبيعي، ده طبعا بفعل التغيرات المناخيه او ظاهره النينيو خلال هذا العام تحديدا، نلاقي كميات الامطار في بعض حالات عدم الاستقرار ممكن نلاقيها مش الطبيعي ده بتاعنا اللي اعلى من المعدل، ممكن تساقط لحبات البرد نشوفه بشكل كثيف في بعض الاماكن، ممكن نشوف بعض عمق الظواهر الجويه اللي ممكن تقابلنا في فصل الشتاء ممكن نشوفها نتيجه التغيرات المناخيه، لان احنا خلال هذا العام تحديدا بيأثر علينا ظاهره النينيو اللي بتقوي وبتخلي الظواهر الجويه اكثر عنفا وبتخلي التغيرات المناخيه اكثر عنفا. نعم،
بشكرك جدا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كنت معانا تليفونيا.